بهدف دعم القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج في مختلف المواد الفلاحية، أقرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية جملة من الإعفاءات الضريبية في حق الفلاحين والمستثمرين بالقطاع. نعم، بالنسبة للامتيازات الجبائية كاين، بالنسبة للنشاط الفلاحي كاين كل الامتيازات، معناتها الفلاح ما يدفع حتى ضريبة أو رسم. إلا سنة 2022 كان قانون المالية جاء ب ربما إجراءات جديدة اللي تفرض على الفلاحين دفع الضريبة على الدخل فقط وليس على النشاط الفلاحي، معناتها هنا راح نفرض الضريبة على الدخل بطبيعة الحال، لأنه الدخل موجود داخل في النشاط وهذا شيء عادي. أما الضرائب والرسوم الأخرى فالفلاح لا يدفع ولا ضريبة ولا رسم على النشاط الفلاحي. استراتيجية جديدة تسمح بالنهوض بالزراعة في بلادنا في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى بسط الاستقرار على السوق الوطني خصوصا في ظل تذبذب الأسعار في بعض المواد. إذا الامتيازات رايحة تجعل المنتوج الجزائري المنتوج الفلاحي منتوج ربما يتكلف أقل ويكون موجود بوفرة، وهذا اللي حدث في الجزائر اليوم. كل المنتوجات الفلاحية أو تقريبا كلها موجودة في السوق بكمية كافية لتغطية الطلب الداخلي وحتى في بعض الأحيان التصدير. إذا هذه هي النتيجة، هو تخفيف الأسعار تاع المواد الغذائية المواد الأساسية طبعا، وتمكين المواطن الجزائري من الحصول على المواد الفلاحية والغذائية، وأيضا للحصول على عملة صعبة عن طريق التصدير. هي إذن قرارات من شأنها أن تعزز قدرات الجزائر في القطاع الفلاحي لتحقيق اكتفاء ذاتي، إضافة إلى توجيه الاستثمار نحو هذا المجال.